يا عناوين الحلقة، اسمحوا لي في البداية نرحب بضيوفنا الكرام معنا في الاستوديو. أبو ركان، أهلا أهلا، يا مرحبا يا مرحبا أبو ركان، أهلا وسهلا فيك. الحمد لله أول شيء، وألف ألف مبروك يعني جماهير الأهلي ورجالاته، والبرنامج كورة طبعا الداعم الرئيسي للنادي الأهلي في فترة في الرحلة الشاقة هذه، وللأخوان الزملاء الذي كانوا واقفين بمشاعرهم وبانتقاداتهم وبمطالباتهم، ما ابغى اذكر اسم اخاف ان انسى واحد، ولكن كل برنامج كوره هذا اللي شرفني ان اكون فيه واحد اعضائه، لانه وجدت الحقيقه الانصاف، وجدت العداله، وجدت الرجال اصحاب المواقف. طبعا انت لك وضع خاص، اكرمتنا كثير، وانا اعتقد نيابه على الاهلي، يعني شوف نحن الأهلي تأثرنا كثير، كان رحلة شاقة، حتى تحركوا رجالاته، تحركوا أعضاء الذهبيين، تحركوا المخلصين في الفترة التي مرت على الأهلي السابقة العام الماضي، وعملوا وطالبوا واشتغلوا، وكان يعني المنابر كلها كانت طبعا المنبر الذهبي منبر كورة، كان له تأثير كبير جدا في تحرك الأهلاويين بالمشاعر، وتحركوا الأهلاويين لإنقاذ الكبير النادي الأهلي. وأشكر طبعا أعضاء الذهبيين بما فيهم بعض الأسماء اللي وقفت وأخلصت، كان المحامي خالد أبو راشد له دور كبير في رصد المخالفات ورصد الأشياء التي كانت تطلب بإجراء جمعية عمومية، حتى وكان له مواقف كثيرة، حتى طلع في مواقف كثيرة، حملنا كثير هذا الموسم وتعبنا كثير، لكن الحمد لله. أنا بس التعليق بسيط على الإعلان، الخطوة اللي قال بقي له خطوة، لا، الأهلي صعد رسمي حسب اللائحة، إنما الخطوة هذه احترازية، لا، بالنسبة للائحة بعد ما تسلم على أخوان، إذا تحب أن أذكرها أذكرها. هنتكلم بالتفصيل، تفصيل التفصيل. حاضر. أنا مبسوط أبو ركان بالفرح اللي أشوفه على وجهك. أي والله. لأني أنا أذكر لما كان يوم الهبوط كنت موجود معنا، وأذكر الحالة اللي كنت فيها. راح نتكلم على الأهلي، بس أرحب بالزملاء الأحبة. طبعا لازم نخلي أبو ركان ياخذ راحته اليوم. عيد الثقيل أبو فيصل، أهلا وسهلا فيك. يا أهلا وسهلا فيك، ألف مبروك لكل الأهلاويين، ألف مبروك لأبو ركان ولكل عشاق الأهلي، ألف مبروك لكل العقلاء في الكرة السعودية ومتابعي الكرة السعودية، أهلا بالكبير الأهلي بين الكبار، كل عاقل أيا كان سواء يحب الأهلي أو ما يحب الأهلي سيفرح بالتأكيد لعودته. صحيح. بين الكبار، عودة الأهلي مهمة جدا للمنافسة، لرفع مستوى حتى الكرة السعودية، رفع مستوى الدوري السعودي، حل بجماهيره، بتاريخه، ببطولاته، برجالاته. اهلا وسهلا بالاهلاويين جميعا في روشن. ابو حنين، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بوجود، اضم صوتي لك. فعلا ليله هبوط الاهلي كنا نشوف ابو ركان بصوره مختلفه. عادل كبير، مبروك لجمهور الاهلي اللي افعالهم تسبق اقوالهم، قالوا وعبر الزمان سنمضي معا في كل محطه كانت للاهلي، الى ان اعلن ان شاء الله عودته لمكانه الطبيعي. عادل كبير لمكانه الطبيعي. ابارك لابو ركان، ابارك للصديق العزيز الامير فهد بن خالد. فعلا عشان نكون أوفياء لازم نقول اللي قالوا جمهور نادي الأهلي، شكرا تركي العجمة، شكرا لكل فرد في برنامج كورة، كنتم ولا زلتم وسوف تظلون أوفياء في الرياضة السعودية. شكرا جزيلا أبو أمير، أهلا وسهلا. يا هلا بوجود حبيبي، تحياتي لك بالتأكيد وللأحباء الغالين، ضيوفك الكرام، نجوم التحليل في الإعلام الرياضي السعودي والعربي، ونخبة المشاهدين جمهور كورة. ما ابغى اتكلم على الاهلي، اكيد حنتكلم، صح ابو جود؟ صحيح، اكيد يعني في مجال حنتكلم بالقادم، فبالتالي خليها وانت داخل ان شاء الله. عندنا ليله طويله، قبل 11 شهر واحده من أسوأ الحلقات، واعترفت على الهواء، قلت هذه واحده من أسوأ الحلقات اللي ممكن اطلع فيها على الهواء، انه انت تخرج للمشاهدين وتقول لهم انه الاهلي نزل للدرجه الاولى. انت ممكن تتكلم عن اي نادي، انت تتكلم عن عراقه، انت تتكلم عن قيمه، انت تتكلم عن تاريخ، انت تتكلم عن احد مؤسسي الكره الحديثه. في يوم من الايام لما كانت الكره تلعب في الهواء، الاهلي نزلها على الارض.
ولعب الكوره الحلوه الحديثه اللي كنا نشوفها ونستمتع. المهزوم من الاهلي في فتره من الفترات كان يتفرج على المباراه وينبسط، كوره حديثه على اعلى مستوى احضرتها الادارات الاهلاويه السابقه. فهبوط الاهلي لما انتهت المباراه فريق الاعداد في غرفه التحليل قاعدين طالع في بعض مو مصدقين انه هذه حقيقه، الاهلي هبط للدرجه الاولى. وكان معنا ابو ركان يومها يعني، وكانت حاله من الحالات الصعبه عليه وعلينا وعلى المشاهدين قبل 11 شهر، وكنا واثقين ان الاهلي حيرجع. صح باقي لمسه كذا وبنتناقش فيها احنا وابو ركان عليها، ولكن بالتاكيد القيمه الكبيره اللي راح يضيفها الاهلي بعودته للدوري السعودي اكيد انه شيء مختلف. القيمه الكبيره جدا اللي اعطاها هذا النادي لدوري الدرجه الاولى كانت كبيرة جدا، أجبر الأعناق إلى أنها تلتفت لدوري الدرجة الأولى وتتابع كل جولة وتشوف الأهلي. تحية كبيرة لإدارة وليد معاد وتيسير الجاسم والزملاء اللي معاهم اللي تصدوا لهالمهمة، اللي وقتها إحنا قلنا على الهواء ما في أحد عاقل يتقبل هالمهمة. أنا شخصيا لو واحد قال لي ترأس الأهلي وفي الدرجة الأولى أقول لهم لا يا أبوي شكرا، يرجع وأشوفه، بس أشيل التركة لي على ظهري بالتأكيد إنها مهمة تاريخية. ألف مبروك للأهلاويين. خلونا نتذكر يوم هبوط الأهلي وش قلنا في البرنامج. ألف مبروك للهلال، يستاهل البطولة، هارد لك للأهلي، هارد لك للأهلي، هارد لك للأهلي يا أبو ركان. الكبير كبير وسيبقى كبير، وهذه كبوة كذا بسيطة إن شاء الله. الأهلي رابع الكبار، أبى من أبى وشاء من شاء، رضا من رضا، واللي ما يرضى مو بلازم يرضى. الأهلي رابع الكبار، وهذه أشياء، هذه الأشياء، المكانة الجماهيرية، الإعلام، التاريخ، القيمة، التأثير، النجوم، الأساطير، هذه أشياء ما تنشر بفلوس. الله ما تنشر بفلوس. الله. ألف مبروك للهلال، هارد لك للأهلي، موعدنا غدا في أمان الله. يا هلا. هذه كانت ردة الفعل يومها بعد 11 شهر الأهلي يعود إلى مكانه الطبيعي. الشباب كلب صغير نبغى نفرح بالأهلي وبعدين نرجع نتكلم مع وراك. وكم لذا القلب صابر، أوه ما اشتكى أو لاحت قال، بس يا أحبابي بالله بالله
ألف يا ألف يا نون تاء. وليه تخزى وتخجل وليه ليه والحب حلل وليه تفزع وليه تفجع وليه تفزع وليه تفجع وليه يا أبوي يا أبوي تنكرني وأنا لك خليل ليه ليه يا ألف 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 مبروك للأهلي. مباراة الأهلي الجاية في الجوهرة ولا لا؟ ولا لا؟ علمونا بس. لا مو في الجوهرة، أظن في استاد الأمير عبد الله. استاد الأمير عبد الله فيصل. المباراة في جدة. أي نعم. دقيقة أتأكد. الملعب إذا ما يمتلي والله العظيم يعني حيكون، ما أبغى أكبر الكلام بس يعني حيكون خذلان كبير كبير. للنادي الاهلي من جماهيره اذا ما يملي الملعب. جمهوره ما اخذ الموسم ذا حتى في وسط الموسم في بدايه الموسم والاهلي في حالاته الحقيقه ففي التتويج اكيد نبغى نشوف المباراه الجايه الجمهور لازم يحضر. ابو جود الاهلي جمهوره سمى نفسه مجانين في حبه، ما يعتبر انه فريق الاهلي الا بيته، كانه حيحضر وانا متاكد جمهور الاهلي وفي مع نادي وحيحضر وحيدعم وإن شاء الله تكون يعني حلقة في جدة. إن شاء الله يرجع الأهلي كذا في الموسم الجاي عنده فرصة يصلح أخطاء ويرتب أمور ويرتب الأوراق يعدي المرحلة الجاية. هي باقي تكة ترى على كلام خضير البراق وهو لا وهو خليني أقول لك أنا برجع أتناقش معك في الموضوع. أنا ما أبغى أفتي لأن الدكتوراه في الدرجة الأولى عند خضير البراق وباخذ منك رأيك، بس أنا أبغى أقول للمشاهدين كيف شاف أبو راكان المباراة اليوم؟ فين شفت؟ خلونا نتابع. جاهز يا نواف؟ نواف نواف أنت معانا في كوكب الأرض؟ طيب أعطونا لقطة طارق كيال وهو يتفرج على مباراة اليوم. Yeah.
يعود بين الكبار، يعود بين الكبار. والله ان الشوق فاق تحملي يا شوق رفقا بالفؤاد يا لتعي. والله ان الشوق فاق تحملي يا شوق رفقا بالفؤاد يا لتعي. نعم حاول حتى لما يرجع طلع روحك. والله طلع روحك اقسم بالله يطلع. انا كنت اتكلم معاه بقول له مش انا خايف على الشوط الثاني، ما اخاف من الشوط الاول لانه يضغط يضغط يضغط، الشوط الثاني تروح لياقه اللعيبه. ما ادري ليش موسيماني ما وعي لهذه النقطه، مو لازم تضغط كل المباراه. كانت الايام صعبه ال 11 شهر الماضي، شاقه وليس صعبه، شاقه نعم. يعني كنا متعلمين 11 شهر، ما احنا متصورين انه الاهلي يعني تاريخ الاهلي، ما احد متصور او يفكر انه الاهلي يكون في درجه اولى. يعني حلم مزعج او كابوس مزعج كان. لكن الحمد لله بخصوص انتم ما ادري ايش شاكين انه الاهلي. لا انا اقول لك، انا بقول لك ايش قال خضير البراق وانت علق. لا خلينا نجيب معلومه الرجل واخذ معلومتك يعني. اوكي تعرف احيانا الواحد ما يبقى، انا ما افتي أوكي. لكن اثق في احترم رايك واثق في رايك. احترم رايه بس انا هقول لك. هو يقول خلينا نشوف التغريده موجوده. لماذا لم يصعد الاهلي رسميا حتى الان؟ وحقوق الطبع محفوظة مدى حاطة يوزر، ولكن ما في مانع من الاستفادة للجميع. إن صعد الأهلي فهو يستحق وأكثر، وهو ركن من أركان الكرة السعودية، ولكن لم يصعد الكيان رسميا حتى هذه اللحظة. وحط الأسباب، يقول لماذا لم يتأهل الأهلي رسميا حتى الآن؟ لأنه قد تحصل حالات وفق نتائج الجولات القادمة. طبعا الحالات مرة صعبة. يتكلم أنه خسارة الأهلي جميع مبارياته الأربعة متبقية، فوز الفيصلي بجميع مبارياته الخمس المتبقية، فوز الأخدود في مباراة واحدة فقط وخسارته للمباريات الأربعة المتبقية، فوز الرياض في ثلاث مباريات وخسارة مباراة، فوز الحزم على الأهلي وعلى الأخدود 1-0 وفوزه في مباراة أخرى وتعادله في مباراة وخسارته في مباراة. إذا تحقق ما ذكر أعلاه فستتساوى أندية الأهلي الأخدود الرياض الحزم الفيصلي في المراكز الخمسة الأولى ب 65 نقطة. طبعا هو يتكلم عن حالة نادرة معقدة جدا، لكن هو يتكلم على الوضع الرسمي. أبو راكان ايش يحب يقول؟ أوكي هذه في حالة واحدة اللي هو بيتكلم عنها، إنه الخمسة الفرق يكونوا كلهم 65 نقطة تمام؟ إذا وصلت كلها يعني الفيصلي حيقابل أكثر من فريق في فاضل له خمسة مواجهات، حيوصل 65 لو فاز فيها كلها وتعثر. يعني الأهلي انهزم كله والأخدود اتهزم كلها، ويعني طب في مباريات متقابلين مع بعض ما معقول. المهم احنا قد نتكلم عن اللائحة. اللائحة هذه تقول فرز النتائج أولا حسب النقاط، هذه النقطة من النقاط وأكثر خارجها، بعدين نقاط المواجهات المباشرة، تعادلوا فريقين نقاط المواجهات المباشرة. أبغى أوصل معه نقطة واحدة، الأهلي بالنسبة إذا كان الفيصلي ولا الخلود ولا إذا تعادلوا كلهم سوا، هذه يعني حسبتها صعبة جدا ونادرا تحصل، ما في شيء ما يحصل لكن نادرا. حين تساوي النقاط العامة يا وجود هناك فارق الأهداف في المواجهات المباشرة بين المتعادلين في النقاط، إذا تساووا هيروحوا إلى اللجوء إلى فارق الأهداف الإجمالي في كل الدوري. إذا تساووا إجمالي عدد الأهداف سجل يلعبوا اللعب النظيف من كروت أقل في الدوري كله، والإيقافات كروت والإيقافات من اللي توقف أقل، يعني كروت عندهم 20 بس واحد لاعب اخذ اكثر من كارت فيتوقف، حتى لو تعادلوا اثنين في الكروت اللي توقف لاعبه يعتبر الفريق الثاني مؤهل اكثر منه. هذا كله يعتمد، هذا في نظام كمان، حتى هذا مو بس نظام الصعود او نظام من الى المرتبه اعلى، حتى في الهبوط نفس الحاليه تتعاملوا. انت بالنسبه لك الاهلي تاهل رسمي؟ انا بالنسبه لي تاهل رسمي واحنا معك، خلاص اللي يشوفه بركان احنا نشوفه والله. ليش؟ والله
لانه انت 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 في في أنا استحاله أنا استحاله طالما في مواجهات بينهم ما ممكن يتعادلوا. سؤال بسيط، انت بالنسبه لك الاهلي صعد؟ نعم. انا بالنسبه لي الاهلي صعد، احنا مع بعض وحطيت كليب عليه. وحط كليب الحين نرجع للشباب، اعطونا كليب لبراكان خليه ينبسط، اعطونا كليب لبراكان. وكم لذا القلب صابر اوه ما اشتكى او لاحت قال، بس يا احبابي بالله بالله خففوا جور جور الأحمال. كيفكم يا حبايب؟ بعدكم كيف الأحوال؟ يا بريد المحبة، شلي مكتوب في الحال، بلغ أهل المعنى بله الروح ميال، ولد في اليد حيلة زوركم بس ليلة، ولد في اليد حيلة زوركم بس ليلة. الله الله اذكرونا يا الذي بعدكم طال طمنونا عن الحال، الله الله اذكرونا يا الذي بعدكم طال طمنونا عن الحال. يا ألف يا نونتا يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي، وليه تهزى وتخجل يا بوي يا بوي، وليه ليه والحب حلل يا بوي يا بوي، وليه تفزع يا بوي، وليه تفقع يا بوي، وليه تفزع يا بوي، وليه تفقع يا بوي، وليه يا بوي يا بوي تنكرني وانا لك خليل ليله ليه يا بوي. شفت ناقش الحنة يا بوي يا بوي من